مساء الخير، اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده وبرنامج مصر جميله. برحب بيكم زي كل يوم ثلاث، وعندنا مجموعه من الفقرات هنقدمها لحضراتكم. لكن في البدايه خلينا نواسي الشعب الفلسطيني ونشد على ايده ونقول له قلوبنا معاك، كمان كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين. مبادرة حياة كريمة بتقدم الدعم في حملة موسعة جدا لمساعدة الشعب الفلسطيني. خلينا نشوف الفاصل الخاص بهذا الموضوع ونرجع نبدأ كلام. رجعنا لحضراتكم مشاهدينا عشان نبدأ كلام عن فقرات حلقتنا النهاردة. عندنا فقرتين، الفقرة الأولى هنلتقي بيها بعد الفاصل على طول، هنتكلم فيها عن شاعر العامية، عن عبد الرحيم منصور. عبد الرحيم منصور اللي كتب لنا كتير من الأغاني الوطنية اللي تغنى بيها الفنانين احتفالا بحرب أكتوبر، سواء كان في وقت النصر يوم 6 أكتوبر سنة 1973 ولغاية النهاردة. الحقيقة الأغاني خالدة، الشاعر لما يكون بيكتب بإحساسه وبقلبه بيوصل لكل حد بيسمعه، بيوصل كمان للفنان اللي بيغني كلمات أغانيه وبيخليه يغني بمنتهى التلقائية. فقرتنا الأولى هتكون عن عبد الرحيم منصور شاعر العامية. أما فقرتنا الثانية فهنتكلم فيها عن مسابقة حكاية أمة. حكاية أمة هي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الدفاع ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة. الحقيقة مسابقة مهمة جدا هنتكلم عنها وهنعرف إيه الشروط للتقدم ليها والأعمار كمان، وإيه موضوع المسابقة اللي بتحمل شعار نصر أكتوبر عزيمة أمة ووحدة صف. خلينا مع حضراتكم دلوقتي نخرج لفاصل من خلاله نقدم تقرير عن شاعر العامية عبد الرحيم منصور ونرجع نبدأ فقرتنا. شاعر عبد الرحيم منصور، الحقيقة من خلال التقرير الرائع اللي شفناه تعرفنا على جزء من مسيرته الفنية، لكن هو مسيرته الفنية أطول من كده بكتير. لكن احنا بنتكلم عن حرب أكتوبر، عن الأغاني الوطنية اللي اتكتبت تخليدا لهذه الحرب وتعبيرا عن فرحة المصريين بالنصر. عبر عنها بكلماته بعامية، بكلمات بسيطة جدا لكن دخلت لقلوب المصريين بعمق. ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو هي الاستاذه الشاعره والصحفيه مي منصور، ابنه شقيق الشاعر المصري الكبير عبد الرحيم منصور. برحب بحضرتك معانا. اهلا بيكم، ويا رب دايما مصر جميله. يا رب مصر جميله وفخوره ومنتصره. أكيد. منتصره وفخوره بحرب اكتوبر، وكمان فخوره بشعرائها. أكيد. بكتابها. فخلينا نتكلم عن عم حضرتك الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور، تقول لنا ايه عنه في كلمات كده. كان صادق جدا، كان شخص بيعرف يعبر كويس قوي وبشكل بسيط جدا عن اي حاجه بيحس بيها، بيكتب من قلبه قوي، ولذلك احنا النهارده 50 سنة على حرب اكتوبر، ولحد النهارده اغاني عبد الرحيم منصور عايشه وسطنا. ده لانه كان فعلا شخص صادق في تعبيره وصادق في كل حاجه بيشعر بيها عبد الرحيم منصور. الكلام لما بيطلع من القلب وبتلقائية وبسيط بيوصل للقلب. أكيد. وده اللي حصل مع أغاني عبد الرحيم منصور. احنا من خلال التقرير اتكلمنا عن مجموعة من أغنيات عبد الرحيم منصور، ما نقدرش ان احنا ما نتكلمش عن الله أكبر بسم الله، الأغنية اللي غناها كورال التلفزيون في وقتها، وكانت أول أغنية بتعبر عن اللي حصل في الحرب وعن المقولة اللي كان المصريين وهم بيحاربوا الجنود بيرددوها، الله أكبر الله أكبر. يمكن تكون هي دي كلمة السر، أيقونة نصر أكتوبر. أنا مسميها بسم الله الله أكبر، هي أيقونة النصر. هي اتكتبت قبل بيان العبور، قبل ما نعرف إن احنا حاربنا وعبرنا وانتصرنا وكل الحاجات دي، واتكتبت واتلحنت على سلم مبنى الإذاعة والتلفزيون، على سلم ماسبيرو، ده لأن الاستديوهات كانت مقفولة. يومها عبد الرحيم منصور قرر إن الكلمة لازم تشارك في الحرب زيها زي أي سلاح، أي جندي مشارك في معركة أكتوبر المجيدة.
ووافقوا في ده طبعا الموسيقار الكبير الأستاذ بليغ حمدي، وفعلا توجهوا بالفرقة الموسيقية بتاعتهم، ومعهم طبعا المطربة وردة الجزائرية. دي أغنية أنا على الربابة بغني. لا، بسم الله الله أكبر، كان معهم وردة برضه. طب خلينا نتكلم عن انت خدتينا في حتة تانية، نتكلم عن الموضوع ده بس نطلع لأذان المغرب ونرجع مرة تانية، منقدرش نتأخر عن رفع أذان المغرب، ونرجع لحضراتكم نكمل كلام. رجعنا لحضراتكم مرة تانية عشان نستكمل حديثنا عن أغنية الله أكبر بسم الله اللي لسه سمعينها حالا. قولي لي يا مي بقى، كنت بتحكي لي قبل وإحنا بنسمع الأذان كده عن قصة الله أكبر بسم الله، ومين اللي غناها وإيه اللي حصل؟ هو عبد الرحيم منصور وبليغ حمدي قرروا ان الغنوة تشارك في حرب اكتوبر زيها زي اي جندي، وعبد الرحيم دايما كان شايف ان الغنوة رسالة، يعني الكلمة اللي هو بيكتبها رسالة لازم تأدي دورها في المجتمع زيها زي اي وقت حرب اكتوبر. طبعا كانت كلمة عبد الرحيم منصور، وانا لسه كاتبة مقال بالعنوان ده، انه عبد الرحيم منصور خلى غنوته سلاح في وش أو في صدر الأعداء يعني. فقرر هو وبليغ حمدي التوجه لمبنى مزبيرو قبل، أعتقد أنه كان 4 أو 5 أكتوبر يعني، ما كناش لسه بقى عرفنا أن احنا هنعبر وبيان العبور والحاجات دي كلها. فتوجه هو والموسيقار الكبير بليغ حمدي وفرقة بليغ حمدي الموسيقية إلى مبنى مزبيرو. حصلت مشكلة كبيرة وقتها لأنه كان ممنوع دخول أي منشأة حكومية لأن البلد كانت في حالة حرب، وكانت المنشآت وقتها غير مؤمنة، وكان يعني كل حاجة مقفولة. فقرروا بابا شارو وأستاذ وجدي الحكيم أنه يكلموا اسم قصر النيل ويحصل يتعمل محضر، ومضى عليه عبد الرحيم منصور وبليغ حمدي. مفادوا أنهم داخلين على مسؤوليتهم الشخصية، ومفيش أي حد له أي علاقة بيهم، وأنه هم اللي أصروا على دخول المبنى في هذا الوقت يعني. وبالفعل دخل عبد الرحيم منصور وبليغ حمدي وتقريبا 3-4 من فرقة بليغ حمدي الموسيقية فقط لا غير، واضطر يستغنى عن باقي فرقته طبعا. وقفوا على سلم مزبيرو وما كانوش عارفين هيعملوا ايه بعد المشكلة الكبيرة اللي حصلت دي. فبليغ حمدي قال لعبد الرحيم منصور هنعمل ايه يا عبد الرحيم. فكان وقتها تدريبات الجنود على الجبهة بتبث عبر الإذاعة المصرية، فالجنود وهم بيتدربوا كانوا بيرددوا على لسانهم بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر. فعبد الرحيم قال لبليغ هنكتب ده. قال له هنكتب ايه؟ قال له هنكتب بسم الله الله أكبر بسم الله، أذن وكبر وقول يا رب النصرة تكمل، لأن احنا ما كناش لسه عبرنا ولا انتصرنا ولا أي حاجة، بس كان في بوادر يعني، كان في مبشرات يعني. قال له فهنكتب وقول يا رب النصرة تكمل، وكانت بسم الله الله أكبر أيقونة نصر أكتوبر. والأصوات اللي بنسمعها اللي تغنت بيها أغنية بسم الله أو نشيد العبور دي عمال البوفيه في مبنى مزبيرو، عشان كده يمكن احنا بنحس انه بسم الله الله أكبر هي نبض الشعب ونبض الجنود، ولحد النهاردة 50 سنة على نشيد العبور وحاسين انه اتكتب امبارح، ولا يزال يبث الحماسة والروح الوطنية يمكن في قلوب الأجيال اللي لسه صغيرة والشباب اللي لسه طالعة اللي ما شافوش حرب أكتوبر ولا سمعوا عنها. أكيد هي فعلا الأغنية الأولى، لكن مش الأغنية الوحيدة يعني. بعد كده شفنا برضو بليغ حمدي مع وردة وعبد الرحيم منصور وأغنية وأنا على الربابة بغني. بعد 48 ساعة من سهرهم في مبنى مزبيرو عشان يكتبوا ويسجلوا وتبث عبر الإذاعة المصرية أغنية بسم الله الله أكبر، روح عبد الرحيم منصور بيته ينام. فبليغ ما نمش وسمع بيان العبور وان احنا عبرنا وانتصرنا، فطلع جري على عبد الرحيم منصور. اصحى اصحى يا عبد الرحيم اصحى اصحى. قال له في ايه؟ انا لسه ما نمتش. قال له احنا عبرنا وانتصرنا ومش عارف ايه، افتح افتح الاذاعه اسمع بيان العبور. فعبد الرحيم سمع وقال يا ابوي يا ريتني كنت في البلد. فبليغ قال له كنت هتعمل ايه يا عبد الرحيم؟ قال له كنت همسك ربابه والف في البلد كلها أغني فيها باسم مصر.
قال له طب ما تكتب ده. فعبد الرحيم مسك ورقة وقلم وكتب: وأنا على الربابة بغني، مملكش غير إني أغني وأقول تعيش يا مصر. وغنتها طبعا الفنانة العظيمة وردة الجزائرية بصوتها الجميل جدا. طبعا عبد الرحيم منصور مش بس كتب أغاني العبور للكورال اللي سمعناه بيغني بسم الله الله أكبر ولا الوردة، لكن شادية كمان كان ليها نصيب كبير من أغاني الوطنية اللي كتبها عبد الرحيم منصور. أم الصابرين كتبت وقت النكسة، ودي يمكن محدش يعني لما بنسمعها النهاردة وكلها أمل وتفاؤل وحاجة جميلة جدا، مش هنصدق إن هي اتكتبت وقت اللي كان فيه الناس كلها المصريين كلهم يمكن بيمروا بحالة شديدة جدا من الإحباط واليأس والروح المنهزمة والمنكسرة والحاجات دي كلها. إنما عبد الرحيم منصور كان جواه يقين بإن إحنا هنعدي وهنعبر وهيبقى في نصر عظيم جدا يعني. فكتب أم الصابرين، وبعدين في 8 أكتوبر 73 طلب من صحفيين جريدة الأهرام إنهم يكتبوا مقالات تعبيراً عن إحساسهم بالعبور. فكان مقال أستاذنا الكبير جداً وكاتبنا العظيم توفيق الحكيم بعنوان عبرنا الهزيمة. عبد الرحيم منصور قرى المقال وقام فوراً كتب عبرنا الهزيمة، وغنتها طبعاً صوت مصر الجميل جداً شادية. فأستاذ توفيق الحكيم كلم عبد الرحيم منصور وقال له إن أنا عايز أقابلك في مكتبي بكرة لو وقتك يسمح ونشرب مع بعض القهوة. فقال له جملة جميلة جدا، وأعتقد إن هي دي كانت رسالة عبد الرحيم منصور طول الوقت في الأغنية. قال له: أنا كتبت مقال أراه فئة معينة من الشعب اللي هم مهتمين بالجريدة اللي بيقروا مقالي، مش المهتم بالجريدة بس، المهتم بالجريدة واسمي. إنما أنت كتبت غنوة بعنوان المقال تغنى بها من الغفير للوزير. دي حقيقة. دي أعتقد إن دي الرسالة الحقيقية كمان للكلمة، إن الواحد يعبر عنها وتوصل لجموع الشعب. طيب يعني عبد الرحيم منصور كتب أغاني وطنية كبيرة جدا ومهمة جدا وعميقة جدا وبسيطة جدا، يعني سهل الممتنع زي ما بنقول. لكن الأغاني العاطفية ومولد النجوم كان برضو مع عبد الرحيم منصور وكلماته، زي الفنان علي الحجار على قد ما حبينا. علي الحجار وعمرو دياب، أنغام، كتكوت الأمير، عمر فتحي، لا كتير، محمد منير، يعني عفاف راضي، كتير كتير كانت بداياتهم على إيد عبد الرحيم منصور. الحقيقة أنه عبد الرحيم منصور دايماً كان شايف في الأجيال الجديدة التحدي، أنه أنا مش نجاحي في أني أكتب لصوت موجود ومتحقق ومحبوب والناس كلها سمعاه وناجح، إنما التحدي الأكبر في أني أجيب حد محدش يعرف عنه حاجة، ملهوش جماهيرية، ما عندوش تاريخ، ملهوش تاريخ، وأبتدي أنا أطلعه بكلماتي. فده كان التحدي اللي دايما بيدخل فيه عبد الرحيم منصور. عمل ده مع محمد منير طبعا لأنه كان له نصيب الأسد من كلمات عبد الرحيم منصور، وكان له البداية الأكبر والأعظم والأجمل طبعا مع عبد الرحيم منصور. وكان عفاف راضي، كتكوت الأمير، عمر فتحي، علي الحجار، عمرو دياب، أنغام، مطربين كتير جدا كانوا في بداياتهم غنوا لعبد الرحيم. مطربين ما كانوش في بدايتهم زي نجاة لما قالت لنا انا بعشق البحر، انا بعشق البحر، واحنا كلنا بنعشق البحر. طبعا هي ما كانتش مكتوبه لنجاة خالص. هي كانت مكتوبه لمطرب شاب مغمور جدا من طنطا، صديق الموسيقار الكبير الاستاذ هاني شنوده. وبالصدفه البحته كانت نجاة عند الاستاذ هاني شنوده لعمل تاني خالص ما لهوش علاقه بالغنوه، وكانوا قاعدين بيتكلموا. فهاني راح مدندن الغنوة، فراحت قالت له: الله الكلمات دي جميلة قوي، دي بتاعت مين؟ قال لها: بتاعت عبد الرحيم منصور، ومش هينفع تاخديها لأنها مكتوبة المطرب صديقي من طنطا. قالت له: مين المطرب ده؟ قال لها: فلان الفلاني، وهو شاب جميل جدا ما حدش يعرفه، ما غناش قبل كده أصلا.
فقالت له لا مالكش دعوة أنا هاخد الغنوة، وكانت مكتوبة بصيغة إنه لحبيبة مش لحبيب، يعني شاب بيقولها لحبيبته. فقالت له لا مش مشكلة أنا هاخدها، وهنكلم عبد الرحيم منصور يغير من الكلمات شوية يخليها إنه أنثى بتغنيها لحبيبها. فقال لها خلاص اتصرفي، أنت عايزة تاخديها اتصرفي في الموضوع. فبالفعل تواصلت مع الشاب ده وكلمته وقالت له أنا نجاة الصغيرة، وأنا سمعت أنا بعشق البحر وحبيتها جدا، وأنا بستأذنك إني أغنيها. فالشاب ما كانش مصدق نفسه كان فرحان جدا يا روح إني نجاة طبعا بتكلمه، وما غناش حاجة الشاب ده خالص، هو اكتفى بمكالمة نجاة الصغيرة. واحنا ما اكتفيناش ابدا، عشان كده سمعناها بصوت نجاة، وسمعناها بصوت محمد منير، وسمعناها بصوت انغام، وبنسمعها باصواتنا كل يوم. فيعني هي كلمات الحقيقة فعلا مؤثرة جدا. طيب خلينا نتكلم عن حضرتك، حضرتك ورثتي الشعر بطريقة او باخرى، وبتكتبي برضو اشعار. فقولي لي بتكتبي عن ايه وعايزين نسمع. انا بكتب شعر بالعاميه طبعا، وبكتب في اي حاجه، انا بكتب الحاجه اللي بحس بيها. يعني يمكن ورثت ده عن عمي وبابا الشاعر الكبير حمدي منصور، صدق الاحساس، انه بابا كان دايما يقول لي انه الكلمه لو مش حاسه بيها ما تطلعيهاش، لانه هم علموني برضو انه الكلمه دي اهم حاجه في حياتنا. يعني على راي عمنا عبد الرحمن الشرقاوي طبعا، الكلمه نور وبعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع شامخه يعتصم بها النبل البشري، الكلمه فرقان بين نبي وبغي. فالكلمه حاجه مهمه جدا جدا في حياتنا يعني. بس فببساطة جديدة جدا بكتب الحاجة اللي بحس بيها. يعني دراستي كانت حاجة مختلفة خالص عن الشعر والكلام والصحافة وعن كل ده. يعني أنا درست في كلية العلوم قسم جيولوجيا كلاسيو فيزيكس، فحاجة ملهاش علاقة تماما بالصحافة بالصحافة والشعر والحاجات دي. بس طبعا الجينات كانت قوية أقوى مني. طب عايزين نسمع حاجة من كتابات حضرتك. يعني يمكن أقول حاجة بهديها دايما لعبد الرحيم منصور والشاعر الكبير حمدي منصور والدي، بيقولوا الميت إحساسه أكتر من الحي، وأنا دايما روحك حواليا وفي كل مكان، إيدك بتطبطب على روحي وكتفي البردان، وعيونك تلمع في السماوات كمضي في ضي. بيقولوا الميت إحساسه أكتر من الحي، يا عطاش الحلم تسهيل، يا حلاوة البكرة هجي، يا حياة بتعارك أسرارها وأصل المكنون، بتلاغي الليل وتنادي عيونه الغربة تهون، مولد أفراح زغريت وسبوع على دقة هون، وكلامك يرقص من الفرحة على عود لبليغ، يرمي النظرات لعيون وردة وحبيب لحبيب، دندن يا منيب وانا بسمع صوتك في وداني بينادي يا مي، واستنى تعيدها تقول تاني ولا زيك زي، مين اللي يقول انك ميت هم الاموات وبروحك حي، مين اللي يقول انك ميت هم الاموات وبروحك حي. جميل جميل، كلمات جميلة ومؤثرة وفيها كل حاجة، بتقولي فيها كل حاجة. بس هل انت ده كل حاجة جواكي لعبد الرحيم منصور، ولا لسه في كتاب هيتكتب عن عبد الرحيم منصور؟ طبعا انا يعني يمكن ورثت عن عبد الرحيم وحمدي كتير كتير جدا يعني، فجوايا ليهم عمري كله انا يعني بهديه لهم، وبعتبر انه جمع تراث عبد الرحيم منصور واغانيه وقصايده. يمكن ناس كتير بتقول عن عبد الرحيم منصور انه هو شاعر غنائي، انما انا بحب اصحح ده دايما واقول ان عبد الرحيم منصور شاعر كتب قصايد وكتب شعر عظيم جدا واغاني جميله جدا عايشه معانا لحد النهارده طبعا، وده موجود في الاعمال الكامله لعبد الرحيم منصور اللي صدر منها جزء عن هيئه الكتاب، ولسه في جزء تاني هيصدر للاعمال الكامله لعبد الرحيم منصور، وفي كتاب عن حياه عبد الرحيم منصور كانسان، لانه ناس كتير بتبعت لي
عن علاقاته مع بليغ حمدي وكل الموسيقيين العظماء طبعا اللي اشتغل معاهم والشعراء اللي كانوا من نفس جيله ويمكن من أجيال أصغر اللي هو ساعدهم إنهم يطلعوا، وشخصيات كتير جدا كانت في حياة عبد الرحيم منصور. من أهم الشخصيات يمكن اللي في حياة عبد الرحيم منصور، وصححي لي إذا كنت غلطانة، الكاتب الكبير لويس جريس. طبعا، لأنه يمكن هو أول واحد اكتشف إن في شاعر بيكتب بالعامية بيوصل إحساسه للمتلقي، واكتشف من ساعتها عبد الرحيم منصور. كلميني عن هذه العلاقة. طبعا، يعني يمكن أهم شخص في حياتي أنا كمان اللي محدش يعرفه، إن لويس جريس هو أبويا الروحي وأنا مدينة لي بكتير جدا جدا، يعني الله يرحمه. طبعا لويس جريس هو اللي اكتشف عبد الرحيم منصور في رحلته لاكتشاف المواهب، بعد ما اقترح على الأستاذ والكاتب الصحفي الكبير فتحي غانم في اجتماع رئاسة التحرير لمجلة صباح الخير مؤسسة روزا اليوسف انهم يروحوا يدوروا على المبدعين ويطرقوا على ابوابهم وما يستنوش ان المبدع هو اللي يجي لحد عندهم. وكمان قال ساعتها في الاجتماع انه مش كل المبدعين هيعرفوا يوصلوا لحد عندنا ويطرقوا بابنا عشان نكتب عنهم او عشان نظهرهم او نقدمهم للمجتمع. يعني الفكره لاقت اعجاب تقريبا كل الاجتماع، وقرر ساعتها أستاذ فتحي غانم أن الأستاذ لويس جريس هيروح يكتشف المواهب في وجه قبلي، والأستاذ الكاتب الكبير عبدالله الطوخي هيكتشف المواهب في وجه بحري. وفعلا بدأ رحلته الأستاذ لويس جريس لاكتشاف المواهب في وجه قبلي مرورا بكل محافظات الصعيد إلى أن وصل إلى محافظة قنا، وهناك قعد على قهوة قرب المحطة وسأل الناس هناك عن إنه في حد بيكتب شعر، في حد بيكتب قصة قصيرة، في حد بيرسم، في حد بيغني، أي نوع من أنواع المواهب لو تحبوا تقدموه إحنا جاهزين لاستقباله وجاهزين لاكتشافه وجاهزين للكتابة عنه. وقتها الحقيقة يعني أنا دايما بشوف ده إنه الصحافة كانت في أوجها، يعني كانت الكلمة بتسمع والناس بتشوفها، ويمكن الناس كانوا متابعين أكتر الصحافة الورقية وقتها. يعني فقالوا له أن في شاب أسمر بيجي يقعد على القهوة، وده تقريبا كل الناس اللي بيكتبوا يعرفهم أو هيبقى يعرف مواهب كبير، هو اللي هيدلك يعني. ففعلا قعد لويس جريس انتظر هذا الشاب الأسمر، وكان عبد الرحيم منصور. فدخل عليه عبد الرحيم منصور، راجل بسيط جدا، شاب نحيل ولابس جلابية صعيدي، سلم عليه واستقبله استقبال جميل جدا، وأخذوا بيت جدتي وقتها، لأنه أستاذ لويس قعد 3 أيام في محافظة قنا. راحوا أول حاجة منزل الأستاذ الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، لقيه راح على القاهرة وكان مقيم معاه قبل السفر بتقريبا أسبوع 10 أيام الكاتب الكبير الأستاذ يحيى الطاهر عبد الله. فكانوا الاثنين سبقوا الأستاذ لويس جريس بأيام إلى القاهرة. فعبد الرحيم منصور قال للويس جريس يبقى كده مش باقي معانا غير الشاعر الكبير الأستاذ أمل دنقل، وده هنسافر له لأنه مش فينا، هو من قفط مركز القلعة هناك يعني. فقال له ده احنا هنسافر له، فلازم بقى تقعد معانا في البيت. فبالفعل كان مقيم في منزل جدتي، وراحوا للشاعر الكبير أمل دنقل قفط القلعة، واللي كان برضو سبقهم على القاهرة. يعني كان هنا اللقاء الأول ما بين لويس جريس وعبد الرحيم منصور اللي استمر، وبعد كده أنت استكملتيه كمان. بالزبط. إحنا بنشكرك على وجودك معنا النهاردة، وكل سنة وحضرتك طيبة بمناسبة نصر أكتوبر. كل سنة وأنتوا طيبين، وكامل مؤازرتنا ومواساتنا للشعب الفلسطيني. طبعا. ربنا معاهم إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا بنشكر ضيفتنا اللي كانت منورانا، الكاتبة الصحفية والشاعرة الأستاذة مي منصور، ابنة الشقيق الكاتب الكبير عبد الرحيم منصور. هنخرج مع حضراتكم لفاصل صغير ونرجع نكمل كلام عن حكاية وطن.